أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة مباركة ميمونة من برنامجكم وجه لوجه. ضيفنا اليوم هو الملقب بأبا حمزة. سي أبا حمزة، مرحبا بك. مرحبا والسلام عليكم، تحية للمشاهدين والمتابعين الكرام. سي أبا حمزة، قبل ما ندخل معك في محاور هذه الحلقة، نقاوم مع البورتري الذي أعده الإخوة في القمطر التقني. البحو عبد العزيز أبا حمزة من مواليد مدينة المحمدية، هاجر إلى هولندا في سن صغير مشاركا في ماراثون روتردام، لكن هدفه الرئيسي كان هو الهجرة من المغرب إلى هولندا وليس المشاركة في الماراثون كما يدعي. تزوج من امرأة هولندية تشتغل في الشرطة. بعد طلاقه من زوجته وحصوله على الجنسية الهولندية أصبح عاطلا يستفيد من معونة الدولة، فقرر أن يمتهن مهنة جديدة حيث دخل عالم الدعاة والمحاضرات في المساجد كل جمعة، لكنه توقف بعد ذلك عن خطبة الجمعة ليدخل عالم جمع التبرعات للمساجد. فتح له مطعما فخم بمعايير عالية جدا بمدينة طنجة، اشتهر بفيديوهاته مع والده وتحدثه عن الذهب والتبرع به. لكن ما جعل أبا حمزة يركب أمواج ترند هو فيديو على المباشر يحدث فيه متابعيه عن القضايا الإسلامية، فاتضح بعد ذلك أنه يضع سماعات ويردد ما يقوله الداعية الذي يستمع له. سي أبا حمزة، ربما شي معنا البورتري، والبورتري يعني يحاول يلمس جزء باختصار من حياتك، وحاول الإخوان يعني في البورتري أنا وركزوا على الجانب ديال جمع الأموال، لأن هذا الموضوع وربما هذا هو اللي خلق واحد نقاش حول شخصية أبا حمزة. أنا قبل ما ندخل معك الأكثر ونغوصوا أكثر في محاور هذه الحلقة، أنا بغيت غير نسولك فين نصنفوك، واش نصنفوك كداعية كيوتيوبرز كجامع الأموال، فين نصنفوك أبا حمزة؟ صنفني فيما بغيتي، هذا كيبقى المشكل ديالك، لكن فين غادي نحط راسي انا؟ فين حطني ربي سبحانه وتعالى؟ فين؟ فين ما بغى الله عز وجل. اي مكان انا موجود، اي صنف من الاصناف الا الاصناف ديال الرذيله والاصناف ديال الفاحشه والاصناف ديال طريق المعوج. لا، ولكن أبا حمزة اسمح لي، ملي كنقولوا داعية قال الله في القرآن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الداعية عنده شروط، عنده أدبيات. حنا شفنا فيديوهات ديالك مثلا كترد على الناس اللي كينتقدوك بولد كذا بختك كذا، يعني ما لقيتش يعني نخدموا هادشي باش ما نقعوش في الإخلال بالحياء العام، يعني كانت مصطلحات شوية نابية ما كتلاقش بمستوى ديال الداعية. شتي فقط هذه الأشياء هذه، ما شتيش الامور الاخرى، يعني شتي 1% الامور الاخرى الايجابيه الزوينه اللي تبشر بالخير شتيها، ولا فقط بحثتوا على الاخطاء وبحثتوا على العثرات وعلى الزلات؟ لا، انت قلتي داعيه. سي انا ما قلتش داعيه. لا، ما قلتش داعيه يوتيوبرز او غيره، قلتي فين حطني الله. وانت عندك يعني تسجيلات، كتحث الناس على الخير، كتحث الناس على العمل المعروف، كذلك خطب جمعه، يعني نعم دليل على أن الإنسان بشر يخطئ ويصيب. لا شك ولا ريب أن أبا حمزة هذا يخطئ مثله مثل سائر الناس، وهذه أخطاء أعترف بها، لكن دائما ننظر إلى الفعل أو ردة الفعل، ما كننساو الفعل والفاعل، أما ردة الفعل هي اللي كناخدها مباشرة عند الناس. يعني إحنا بشر، إنسان يخطئ ويصيب، ولا قلنا شي نهار شي كلمة اللي ماشي هي هذيك كنعتذروا عليها ونطلبوا ربي سبحانه وتعالى يغفر لنا. أبو حمزة، شنا يعني في الصور اللي زودتينا بها، صور مع علماء ومقرئين مغاربة معروفين، مثلا زين العابدين بلافريج اللي هو أحد علماء الكبار ديال المملكة وديال الأمة، كذلك سي عبد العزيز القرعاني. واش هاد الناس كان كذلك يعني كنت تنعم عليهم مما يعني جمع من تلك الأموال، يعني في عندما كنت في هولندا، ولا هادو كانت علاقة عادية بك وبهم؟ حاشا لله، هؤلاء الناس، هؤلاء الكبار، أقول كبار، والله زاد احترامي لهم بسبب هذه الأمور. كان الشيخ زين العابدين لا يقبل حتى الهدية من المسجد، الرجل لا يقبل الهدية. سي بلافريج مرة من المرات هدية ديال يعني علم الناس وقرام، بغينا ندير واحد الهدية من المسجد، فخدينا واحد الأيباد باش نعطيه ليه، والله رفض. الرجل لم يأخذ من المساجد لا درهما ولا دينار، كان يأتي رجل عالم بعدها، مسألة ديال رجل مؤدب
رجل ذو خلق رفيع، رجل لا يتكلم كثيرا يعني في الخاويات، رجل يحب العلم، يحب الحديث، يحب الناس، يحب المغاربة، يحب وطنه المغرب فقط. هذا الذي كان يكلم الناس عنه. ماذا عن المقرئ عبد العزيز القرعاني؟ كذلك المقرئ عبد العزيز القرعاني وغيره، والله الذي لا رب سواه أقولها وسوف نقف بين يدي العزيز الجبار يوم القيامة، أن هؤلاء الذين تراهم معنا لم يأخذوا ولم يطلبوا لا درهما ولا دينار. العلاقة ديالك بالشيخ بلافريج والقرعاني وخي هذه الحملة اللي كاين عليك مازال علاقة طيبة، علاقة عادية جدا، كانت عادية وبقت عادية. نستقبل هؤلاء الناس يأتون إلينا من المغرب ويأتون إلى هولندا وإلى بلاد أوروبا، ونحن مغاربة يعني كرم الضيافة نستضيفهم، نكبروا بهم، كنهزوا بهم كما كنقولوا، كنبغيو نبينوا للعالم بأن للمغرب علماء، للمغرب دعاة، للمغرب مخلصين، للمغرب وطنيين علماء يحبون وطنهم، يحبون بلدهم، لا يذكرون وطنهم بسوء، ولو شافوا كل عيب لا يذكرونه، فلماذا لا نرحب بهم؟ يعني مجرد أنهم موجودون، يعني هذه أمور هذه غريبة جدا. سيب حمزة، يعني كان واحد الفيديو عندنا وغنبتوه الآن ديال أحد شباب المملكة اللي كيتكلم عليك وعلى القضية ديال جمع الأموال وكذا. نقوم هذا الفيديو ثم نعودوا لاستكمال هذا النقاش. أبو صناطات يعود بقوة، مشى لواحد الصالة وفرشها ورد على أساس أنها بحال شي جامع الإخوان، وبدا كيلقي فيها الخطبة باش تبين الناس بأنه باقي كيدير الخطبات ديال الجامع الإخوان. شوفوا واحد الفيديو هذا ومن بعد نكملوا الهضرة ديالنا. إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يعني يتهمك معارضك صحة التعبير بأنك بعد ما يعني ما بقيتش كتمشي لهولندا واستقريتي في المغرب، حاولت تأتت الصالون ديالك ودير فيه يعني بحال شكل ديال المحراب، وأنك خطيب في الجمعة، وأنك خطبتي يعني في البيت ديالك، يعني وتموه الناس بأنك فعلا أنت خطيب جمعة. وكانت هذا الواقع هذا سي أبا حمزة لقات واحد يعني واحد نقاش كبير في المجتمع وسخرية يعني صح التعبير من طرف المتابعين. البينة على من ادعى. هذا الرجل أو هذا الشاب من شباب المملكة يسأل أمام الله عز وجل يوم القيامة، يعني نحن مؤاخذون بما نقول. لا لا يا معاذ، قال لي النبي عليه الصلاة والسلام تكلتك أمك يا معاذ، أو نحاسب بما نقول. نعم، هذا كذب وافتراء وبهتان، ولدي الدليل الآن. تريد الدليل الآن؟ الفيديو كامل. لماذا يأخذون قطعة من فيديو ديالي وينشرونه لغرض واحد؟ الغرض واحد وهو ينعمون بما لد وطاب من مال الأدسنس. أما بالنسبة لي الآن وأمامك وأمام الله عز وجل وأمام المشاهدين والمتابعين، عندي ما يثبت العكس أو عكس الذي يدعي هذا الرجل. عندي الآن أمامك ونجبدو دابا ونوريه خطبة جمعة في وقت كورونا بمدينة ألمانيا بمدينة ليفركوزن، والخطبة وأمام الناس. علاش ما جبدوش من اللي تقامت الصلاة ونضنوا بانوا الناس كاملين؟ واش هاد الناس هادو كيصحابوا دابا مثلا مريح في مسجد في المغرب بحال اللي مريح في مسجد في أوروبا؟ خصو يسول فين دارت الخطبة ديال الجمعة، بمدينة ليفركوزن عقل مزيان، ألمانيا، المسجد معروف، الناس ديال المسجد معروفين، واللي حضروا الجمعة عندي بهم علاقة طيبة وعندي بهم اتصالات، مجموعة من الناس كلهم مغاربة. إذن هذا يسأل. ولكن أبا حمزة اسمح لي الله يخليك، وأنا ربما أنت قد لا تعرف هذا الأمر، أن تخصصي أنا والشريعة الإسلامية قبل ما نكون صحفي. فيعني ملي كنقول أنا مثلا داعية تكون عندي واحد الشروط، تكون عندي آليات، تكون عندي واحد التكوين شرعي. مثلا غتقول لي تكلم على موضوع معين الآن غنتكلم فيه، يكون عندي واحد الرصيد معرفي من القرآن والسنة والقول ديال العلماء. الآن مثلا أبا حمزة من حنا ملي كنا متبعينك كنا تحطوا فيديوهات ديال العلماء مشارقة مثلا، ومع الكلام ديالك وهذيك الكلام كيقولوا العلماء يطابق ما تقول انت. حتى انا واحد اللقطه كان طحت لك السماعه، فيعني سؤال ثاني. هذا سؤال ثاني. نعم. ياك هذا بعيد عن السؤال الاول. نعم، كنتمنى الاجابه على السؤال الاول. السؤال الاول ديال خطبه في البيت ديالو منبر، هاد الاشياء وهاد الاوهام وهاد التنبؤات وهاد الكذوب وهاد الافك وهاد البهتان، هذا خصنا نبقاو هنا عاد باش ندوزو هنا. اذا هنا اقول لهذا الرجل الذي قال فينا ما قال ويوم القيامه تسالون، هذا خصم من خصومي يوم القيامه بدون شك. بغيت نبين الدليل الان. البينه على من ادعى.
الحجة لابد خليها نوريها لك إن شاء الله فيما بعد، ما كانت مشكل. انتقلتي مسألة السماعة، نجبد لك الآن وأمام المشاهدين وأمام المتابعين وأمام كل شيء أن هذا الفيديو مفبرك. ماشي واحد سي خلينا نورين الاولى تتكلم وكلامك يطابق الكلام ديال العلماء الخليجيين العلماء السعوديه. انا جايك انا جايك انا غادي معك في الخط. اذا المساله ديال الصناته اللي تشهرات حتى انه يلقبونك بابو السماعات، ايش يلقبوا بما بغاو الالقاب هذه عند الله عز وجل غادي تقاد الالقاب، الالقاب الحقيقيه ماشي هنا، يلقبون بما يعني كل واحد يقول اش بغى. دابا المسألة ديال السماعة أثبت الآن، أنا بغيت نثبت ما بقاش نقول بالكلام الخاوي. الناس جالسين معايا كاين اتصال، اتصل بنا أحد الأشخاص وحنا في المسجد قطعوا ملي طاحت السماعة كاين اتصال. واش الحديث اللي كنت كنقول حافظوا الكبير والصغير؟ ننتظر من السماعات باش نعرفوا هذا الحديث هذا. يلا قول لي شنو هو الحديث اللي كان. حديث صغير قصير يحفظه القاصي والداني الصغير والكبير كل شيء، هذاك غادي نديروا عليه السماعه. هذه مساله اخرى تخدم الفيديو وعندي ما يثبت حتى انهم وقفوني، وقفت تكوانسيت عاد باش كملوا. اتصل بنا احد الاشخاص للمساعده واعطاء المال للجامع. طاحت السماعه وانا كنهضر معاه، وانا الان نثبت لك التليفون ها هو عندنا، ولكن خديته ودخلته تما التليفون نوريه لك دابا الان وتشوف القطعه كيفاش ماخوذه وملصقه. إذن غنتقلوا المسألة ديال السماعات والمسألة ديال الخطب اللي كت. واش أبا حمزة عالم من العلماء؟ واش أبا حمزة يعني عالم من العلماء اللي غادي يجيب موضوع وغادي يطلع للمنبر وغادي يذكر فيه غادي الخطبة؟ كنحضروا ليها دائما وكنوجدوا ليها وكنوجدوها وكناخذوا من هذا العالم ومن هذا العالم ومن هذا العالم وكنقادوا وكنقضيوا الغرض. علاش السي عزيز؟ انا جايك نخلي في المجال حتى بالفاصيله وبالحركه ديال الشيخ والابتسامه ديال الشيخ. طلع بالابتسامه سيدي، عاد طلع لك انا المنبر عطلع ليه بالابتسامه وبالفاصيله ونعطيك. يستحيل انك تخطب خطبه جمعه وفي ودنك ولا تبتي هذا. ماشي نخرج من السوشيال ميديا، نخرج من المغرب ونخرج من هولندا ونخرج من اوروبا، ما نبقاش نبان نمشي نسكن في البحر. الا كانت خطبه جمعه اسمع جيدا، الا كانت بخطبه جمعه بشي صنعه خل ماشي توقفنا في خطبه الجمعه حتى المواعيد ديالها. اذا انت الان قلتي جمعه خصني نبقى غادي معاك. اي جمعه وقس على ذلك حتى الطرق التي تقوم بها هكذا. دابا جيتي ملي كتكون اسئله او شي واحد كيسول شي سؤال، ما كاينينش العلماء، ما كاينينش الدعاة، ما كاينينش اهل العلم، ما كاين حتى شي حاجه، مره كنستعنوا بها باش نعرفوا باش ما نعطيوش الناس الغلط. ولكن المفروض عليك يا ابو حمزه ومصداقا يعني باش تكون مصداقي في الكلام ديالك تقول مثلا سمحوا لي غنقلب وراه هذا الكلام قالوا شي فلان او العلاني. ومن قال لك ان هذا الشيء ما كاينش؟ شكون قال لك انت شتي كل شيء؟ حنا ما شفناش هذا الفيديو. السؤال المطروح الان الفيديوهات هذو اللي كتشوف ديال من راه ديال ابو حمزه، راني اللي مسجلهم. كاين شي واحد مريح كيسجل فيا كل الفيديوهات اللي تنشر كلها ديال ابا حمزه، الوحيد اللي عنده الفيديو كيسجل ما يقول. التسجيلات ديالي هذه الهضره الخاويه، هذا كلام فارغ. الان مجموعه من اصحاب الادسنس او ما يسمى بالمؤثرين وغيرهم، ما مؤثرين فاش ياثروا، واش من تاثير هذا؟ هذا التاثير انك تتبع الناس والعورات ديال الناس والزلات ديال الناس والاخطاء ديال الناس. لا ولكن اسمح لي يا ابا حمزه، ملي كتكون انت مؤثر وعندك واحد القناه في اليوتيوب وكيتبعوها بزاف الناس، راك انت كتكون معرض لانتقاد، معرض للملاحظه، معرض للتقصي، معرض للنقد اللاذع. خاص تكون القشابه ديك نقولوا المغاربه واسعه، بمعنى انه هذا الانتقاد خاص تقبلها. ولكن سي ابا حمزه راه الان بقاش تدخل لي لدماغي انك انت كتوعد الناس ودير السماعه في ودك وكتقول لي كيدخل لك لدماغك انه واحد الناس كيجيو يفبركوا الفيديوهات ويكذبوا ويحطوا الباطل. دخلوا هادو دخلوا عندك للدماغ ديالك ودخلوا للعقل ديالك. لا بيان سير ما يطلعش اذا في الدماغ ديالو، ما يدخلش الدماغ ديالو. ولكن اللي عرفنا حنا الادبيه تسمح لي بهذا وغنقاطعك على انني عندما اكون داعيه الى الله لابد لي من الاليات، لابد لي من مصادر اللي كنعتمد عليها في الكلمه ديالي. طبعا اذا كيفاش انا غندير السماعه وغنسمع الشيخ السعودي مثلا كيتكلم في موضوع معين وكنجيب كلامه انا بالحرف، ومني كيجيبوا الناس ينتقدوني تنقول لهم لا سمحوا لي انا راه اعتمدت على الكلام ديالو في الخطبه ديالو في الدرس ديالو. ما كنقولش لهم لا. الامام كيفاش كيخطب في المغرب؟ كيخطب بورقه يسير وكيعتمد على مصادر وحنا علاش اعتمدنا؟ علاش ما مشيتيش للفحوى؟ ما مشيتوش للامور اللي كنقولوا واش صحيحه ولا ما صحيحاش؟ فلان قال. لا زال الناس الان وائمه كبار وعلماء ودعاة ومخلصون
يأخذون من أقوال العلماء. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول شيخ إسلام ابن تيمية هل تقلتها ينسبون ذلك الكلام إلى العلماء؟ ومن قال لك أني لم أنسب؟ شفت الفيديوهات كاملين. إذن هنا لا تحكم على الشيء من الصورة الأولى، دخل وبحث وقلب مزيان وغادي تشوف داك الشيء امام عينيك. نتمنى ذلك ابا حمزه باش نسدوا هذا الباب ديال السماعات وكذا. ممكن الان على المباشر والناس كيسمعونا يعني في البرنامج وكيتحدث انت في شي موضوع تختاره ونختار عليك انا موضوع معين وتكلم في واحد دقيقه او نصف حتى يعني تبعد عنك هذه الشبهه ديال انك تعتمد على كلام العلماء. ما تختار موضوع، ما ترى موضوع الاخوه، موضوع التضامن، موضوع المحبه بفلا. واش ممكن ابا حمزه هذا تحدي؟ لو وفقني لو وفقني الله عز وجل لما لا، وما توفيقي الا بالله. مرحبا سيدي، تكلمنا الان توفيق بالله. يعني حتى يعني تكون يعني اسكاتا لمن يعارض بانك تعتمد على السماعه اكثر ما تعتمد على علمك. اول شيء اللي كان خصك تسولني عليه وهو السي عزيز، كيفاش انت عمرتي واحد الفراغ اللي كان؟ كيفاش السي عزيز توصلتي للمنبر؟ السؤال الزوين ما سولتيش يا استاذ. السؤال القيم، السؤال اللي كيبغيه اصحاب العقول النيره اولو الالباب، وهو كيفاش السي عزيز توصلتي للمنبر؟ واش المنبر دابا اجي وصل ليه؟ المسجد اجي وصل ليه؟ سولني السؤال باش نجاوبك، باش نخرجوا من النقاش العقيم. عمرك ان ابا حمزه ما عنده لا علم لا والو. عمرك تخرج من هذا النقاش العقيم ما دامت الميديا كتخلص، ما دام اليوتيوب كيعطي واحد المال بالنسبه لواحد الناس اللي كيهضروا، ما عمرك تخرج منه. هذا غادي تبقاو فيه ان شاء الله الى قيام الساعه. حتى لا حبس اليوتيوب وحبس الفيسبوك وحبس التيك توك شويه ديال الفلوس اللي كيعطي لهذوك الناس، ديك الساعه غادي يولي بان لك البطالين بزاف اكثر من اذا انت باش تدخل. ما تحبش ندخل انا قال ندخل في كل شيء. تكلم لنا مثلا بلاتي انا جاي نتكلموا على موضوع مثلا المحبه في الله مثلا. اسمعني انا جاي عندك، انا جاي عندك ونتكلموا فيما يعني ملي تسولني واحد السؤال. انا الغرض ابا حمزه واسمح لي من هذا البرنامج هو اماطه الليتام عن هذا النقاش العقيم اللي في الحقيقه ما غيفيدش المجتمع ديالنا. المغرب غادي في التنميه، مسار الديمقراطيه، مسار الاصلاحات. حنا بغينا هاد النقاشات الجزئيه العقيمه، بغينا نسالو معاها ديال هذا كيدير السماعات، هذا كيدير كذا، هذا كينصب على الناس. يعني حنا جبناك اليوم باش تجوب هاد الناس. هذا ماشي كلام سي ابا حمزه، انا صحفي والواجب على الصحفي انه يطرح التساؤلات والامور الاشكالات اللي غايبه على المجتمع المغربي او ما لقاش لها جواب باش تجاوبنا انت عليها. هذا انا اقترحت عليك ان تخرجوا من هذا. ما تجبدش المجتمع المغربي كاملا، واحد الجزء من المجتمع المغربي. لو قلتي المجتمع المغربي دخلتي كل شيء في هذه السوشيال ميديا وفي هذه الفهمات وفي هذه الهضره وفي هذه الدورات وفي هذا اللف وفي هذا الكذب وفي هذا البهتان لا، كاين واحد الجزء من المجتمع المغربي ما خدامش، بطالون، ما عندهمش عمل، ما عندهمش تجاره، ما عندهمش نفس، ما عندهم والو. الحياه ديالو كتدور على ما في تليفون ديالو، ياخذ من الفيسبوك. جابوا لي البلان ديال غادي تدبر على راسك كما يقولون بلغه الشارع، فاذا به يدير واحد العناوين عريضه غليظه ما شاء الله الرحمن الرحيم وبالالوان باش يجني واحد الدراهم معدوده على الظهر ديال الناس. خلينا نحيدوه واخا. اذا هنا الله عز وجل الالسن هذه ما تكفاتش على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وعلى موسى وعلى عيسى وعلى كل شيء، ما تكفاتش على الله عز وجل. بغيتي الالسن، انت بغيتي تحبس هاد الناس هادو لانهم باش ما يتكلموش في ابا حمزه. هي هات هي هات والله ما تقدر انت قبل يعني ما تدخل في هاد النقاشات مع بعض الناس كما قلت انت وليس كل. كانت تشهرتي اكثر بالفيديوهات اللي تم البث ديالهم عبر اليوتيوب وغيره مع الاب ديالك. نشوف واحد المقطع ديالك مع الاب ديالك ونعود ان شاء الله لمواصله هذا النقاش. صافي تسكت، ما تقول والو عبد الرحيم غادي يعيط، ما تقول والو صافي تسكت. دويش ما تعرفش تهدر، ما تعرفش تنقلب الاشارات واسكت. صافي اسكت عبد الرحيم واسكت. صافي وناري اسكت. ابا حمزه يعني كما شفنا من خلال هذا الفيديو اللي كتداعب الاب ديالك وكتمازحو، ما يؤخذ عليك على انه كيقولوا بانك كتستغل، انت راك عارف ربما هذاك المصدق قبل مني، كتستغل السمعه وكتستغل الاب ديالك يعني من خلال هذه الفيديوهات ومن اجل جني الاموال على ظهر الاب ديالك. سبحان الله.
واش كتعرف بانه ما عندي حتى شي قناه من غير القناه ديالي الذين يستفيدون اخي الكريم، واشهد الله عز وجل على ما اقول، وهذا الكلام اقوله الان وهو مسجل، بل سجله قبلكم، سجلته الملائكه، ان الناس الذين ينشرون هذه الفيديوهات هم الذين يستفيدون. ما يستفيد ابا حمزه من هذه الفيديوهات هذو؟ والدليل عندي ادله انني تابعت بعض الناس قضائيا، وصلنا حتى لا توقفوا على هذه المساله. الان ما عندكش لا في الفيسبوك، عندي اليوتيوب، الانستغرام، انا ملي كندير فقط اليوتيوب اللي عندك، اليوتيوب اللي عندي، ملي كندير اليوتيوب ياك مباشره كندور بحال ما كنلقى الان اكثر من 45 شخص سميتهم ابو حمزه. هاد ابو حمزه هادو بل من بعضهم محبي ابو حمزه، لقيتهم دايرين واحد كيعير فيا، واحد كيسب فيا، محبي ابو حمزه ومدير كيسب، يعني الهدف دايرين واحد يسبوني ويشتموني في قناه اسمها محبي ابو حمزه. وبالدليل اذا هاد الناس هادو يبحثون عن الارباح، اي حاجه، اي واحد دابا في ابو حمزه هو ابو حمزه، كلشي يقدر يحط الصوره ديالك، الصوره ديال فلان، الصوره ديال علان، هذا حاط صوره ديال الركراوي، هذا حاط صوره ديال بنكيران، هذا حاط صوره ديال جطو، هذا كل واحد يتكلم بسميته. هذا هو الخبات اللي كاين عندنا دابا الان. الان اعطيني شي اثبات على انه انا فعلا كنستغل، بل يستغلون ابو حمزه، وعندي الادله هاتفيه وادله ديال صلح مع بعض الناس اللي تصالحت معاهم ياك، وراوني الارباح ديالهم، وراوني لها شحال كنربحوا، خلينا ناكلوا الخبز اخويا ابو حمزه، راه ما كنبغيوك، راه كنموتوا عليك، كنديروا شي حوايج كنديرهم باش ناكلوا الخبز. عندي مسجل هذا الكلام، عندي مكتوب، عندي الارباح ديالهم شحال كيربحوا. واخا نكونوا حنا واضحين اكثر، كتحب الوضوح، شحال تقريبا كتدخل في اليوتيوب؟ انا من نهار بديت اليوتيوب بعده واحد 80 مليون اللي دخلت كل عام ولا شنو؟ شي عامين تقريبا، عامين دخلت واحد 80 مليون، وهاد 80 مليون هذه اسمع الان ابو حمزه ملي تسمع 80 مليون انفقتها كلها لله عز وجل، وهي اللي كنتي كتشوف كتمشي عند المهموم وكياكلوا منها الناس وكيعيشوا منها الناس. الان ابو حمزه الذي امامك الان باقي ساكن في الدار ديال الكرة، واللي عنده ما يفيد، عنده شيء اثبات اخر غير انني ساكن في الدار ديال الكرة، عنده امامك الان نعطيوه الدم ديالنا، الكل ولا كتعطى نحيدوا الكلاوي ديالنا ونعطيوه. شي واحد يثبت لنا على ان ابو حمزه عنده بيت او عنده ارض او عنده مزرعه او عنده فندق او عنده مطعم او عنده شي حاجه في الملك ديال ابو حمزه. مطاعم عندك؟ ايوا غادي يقول ماكدونالد، انا عندي فيلا، عندي مطاعم، عندي ربعه ديال النساء، عندي ما شاء الله. هذا كذب وزور وبهتان. اعطي عمرك شي واحد جاب شي اثبات؟ لن تجده ولن تجده باذن الله. نهار تكون عندنا الفيلا غادي نجي نخبركم ونديروا شي حوار ان شاء الله خاص بالفيلا ان شاء الله. ونتمنى تكون ابا حمزه. نبقاو مع هذا الفاصل اعزائي المشاهدين، فاصل ثم نواصل. اعزائي المشاهدين عدنا والعود احمد. ابا حمزه عندنا واحد الفقره من الفقرات ديال هذا البرنامج نقولوا له اشقل فيك، وعباره عن ميكرو تروطوار يرصد يعني اسئله وارتسامات المواطن المغربي حول شخصك. نبقاو مع هذه الفقره هذه ان شاء الله مرحبا. ثم نعود لاستكمال هذا النقاش. سيد انا تنشوفو صراحه ما عنديش بشي علاقه، ولكن نشوفو في فيسبوك في يوتيوب تيدير اعمال انسانيه خيريه، تيعاون الناس، تيعاون الناس الفقراء، تي صراحه هذه المعلومه اللي عندي عليه، ما نقدرش نحكم عليه حيت ما عنديش عليه شي دليل اللي فهمتي اللي يبرهن بانه راه نصاب ولا بالعكس. انا تنشوف تيبني مساجد سواء في اوروبا ولا حتى في المغرب. السلام عليكم شيخ ابو حمزه. كانوا بزاف الناس خرجوا نشاقدوا في بزاف الفيديوهات في ريزو سوسيو مثلا، كيقول لك زعما كانوا في هولندا شي ناس عطاو زعما فلوس الذهب تبرعات على حساب الجوامع باش يبنيهم، وكاين اللي كيقول لك نصب علينا زعما فلوس ما مشاتش في الجوامع، مشات دارها زعما مشاريع خاصه. وكنظن انه زعما هذيك الهضره ديال الناس ما نقدروش حنا نحكموا على بنادم واش كاينه هذيك الهضره ولا ما كايناش، حنا كنسمعوا. كانوا بزاف خرجوا داروا عليهم، داروا فيديوهات وانتقدوا وجبدوا ادله كيقول لك راه ها اللي كاين وها اللي كاين، زعما راه هذيك فلوس ما مشات الجوامع. هو اصلا حتى هو كان خرج في فيديوهات ودافع على راسه وقال لك بلي هذيك فلوس راه حنا ديناها، وهذوك الناس راه ما زعما اعداء النجاح الشخصي فهمتي، كيخرجوا ينتقدوني غير من اجل الانتقاد. وحنا كمتتابعين ما نقدروش نحكموا على شكون اللي زعما اللي عنده الحق، حنا كنتفرجوا، واللي دار شي حاجه غادي زعما غادي تحاسب عليها سواء كانت مزيانه ولا خايب. خويا اش نقول لك الصراحه، بالنسبه ليا كيجيني نصاب
صراحة من ناحية أنه فهمتي ما صافيش خصوصا الفيديوهات اللي كيخرجوا عليه أنه كنصب على الناس كجمع التبرعات وكيجي كيدير قهوة في طنجة. صراحة أنا هذه لاحظتها من خلال الفيديوهات اللي كيتسربوا ليه وكذا كيقولوا أنه كيدير لي زياش كيتصنت للشيوخ وهذه كتبين أنه ما شيخ ما والو ما داعية ما والو وغير كنصب على الناس. ابو احمد زاك اللي كنتفرجوا فيه شحال هادي زعما كنشوفو كيعاون الناس المساكين ودا وتبرعات للجامع وداكشي ولكن بعد كما شتي فهاد الايام القليله ولا فهاد الاشهر القليله كتتضحوا خرجوا بعض الفيديوهات وخرجوا بعض شي حاجه بني راه كينصب على عباد الله بواحد الطريقه اللي هي كما كتسمى بحال كتقول غير مباشره ولا شي حاجه كتلقى الفيديوهات ديالو من بعد ما فاقوا الناس وعرفوا الناس بان هذاك راه غير نصب كترجع الفيديوهات ديالو القدام كتلقى هذاك غير بحال التمثيل بحال انت غير كيصورك شي غير التمثيل ديالو كما هو وداك الشيء زعما راه تقدر تجيب دري صغير دابا 14 سنه تحت راه تقدر تسول وتقول ليه هذا الفيديو هذا واش حقيقي ولا ماشي حقيقي يقدر يقول لك هذاك راه غير نصب على عباد الله هذا فاكر بالنسبه زعما بحال هكا راه الله كيخلص هذا ما نقول لك ودا اخويا باش تلقى واحد يدير بروجي بفلوس ديال المساكين ولا شي حاجه ديال يقول لك بلي الجامع كيبني واحد كيتيبلينك اوطين كما كتشوف في طنجه ولا في تطوان ماشي عنده قهوه ولا شي حاجه كيقول 500 درهم حريره ولا شي حاجه راه فلوس المساكين راه صعيب راه صعيب كنت والله يديه هذا ما كان تبعوا ان شاء الله فاش كان في ديار المجر في هولندا شحال هذا نتبعهم شحال هادي صراحه فلوقات عاديين السيد تيدير الخير الله يسهل عليه داكشي اللي قدروا عليه الله تيديروا تيبان لي انا انسان عادي داكشي اللي كيدير ماشي شي حاجه اللي غريبه علينا حنايا ولا جديده علينا في هاد على الامه الاسلاميه راه انا داكشي اللي كيدير راه زوين وهذوك الناس اللي جيتي تتبع هضره الناس ما دير حتى شي حاجه في حياتك واي واحد حنا راه معروفين عندنا اعداء النجاح بزاف في اي دومين في اي مجال عندك تلقى اعداء النجاح اما بالنسبه لي انا تيجيني انسان عادي هو تيدير داكشي من قلبه عادي انسان يعني كان ما عنديش عليه معرفه عن قرب ولكن عن بعد تيبان لك انه انسان طيب حيت انت كتعلم مع القلب ديال الانسان ديال بنادم من النظرة ديالك ومن طريقة التعامل ديالو هو تيجيني انسان بسيط متواضع داكشي اللي كيدير ما دوك اللي كيقول لك نصاب ولا شي حاجة اخويا ما يديش على انا ننصحو من هذا المنبر هذا نقول ليه ما ديش على هضرة الناس داكشي اللي كدير بقى دير فيه والله يسهل عليك والله يعاونك وراه واحد الفئة ديال الناس بزاف اللي كتبغيك وكتدعمك غيابيا وكتساندك معنويا. وا سيدي رغم المعارضين عندك المحبين ابو حمزة. لن ينفعنا المحبون ولن ينفعنا المعارضون. ومن ينفعك؟ حينما نقف بين يدي العزيز الجبار لأنه الناس يحكمون علينا بالظاهر والسرائر كيعلمها ربي سبحانه وتعالى. لكن في مسألة من المسائل هذاك الوليد اللي سولتوه وقال مثلا نصاب أو شيء من هذا القبيل هذا باقي مرفوع عليه القلم لأن فيه حب الشباب باقي الله بلغ يلا وصل سن البلوغ ما يتحاسبش باقي صغير لو شتي مزيان حققتي في الوليد هذاك باقي ما عارفش يعني امتى غنبداو نتحاسبوا حتى يبلغ الانسان الحلم ملي يبلغ ان شاء الله الرحمن الرحيم كيبدا يتحاسب وليد صغير قال واحد الكلام كنسامحوه الا شتي حققتي مزيان في هذاك الوليد راه ما غيتاخذش بما يقول لانه في مرحله البلوغ شوف حب الشباب اللي كان فيه الحب وهذا لا نعيبه كان فينا حب الشباب وملي وصلنا لمرحله البلوغ تما غنبداو نتحاسبوا بما نقول الناس الاخرين ذكرونا بخير لكن الرجل الاول مول الطربوش او مول الكاسكيطه ما شاء الله قال كلام جميل قال كلام يتقال في خطبه الجمعه يعني الدليل منهم من قال او الشاب الاخر الاسمر الرجل الطيب هذا قال كل شيء في الاخر ويذكر اسم الله عز وجل فين البينه فين هم المطاعم فين هم العمارات فين هم الفنادق هاد الناس منين جابوا هاد الشيء هذا الشيء واش مازال الناس باقيين كيتيقوا هذا الكلام هذا الخاوي لو عندنا الفنادق نبينوها المطعم اللي عندنا سالينا هاد يومين هادي اليومين الاخيرين ديالو سالت العقده ديال صاحب المحل عقد يربطنا مع صاحب المحل ينتهي بشهر 9
وانتهى الامر وغادي نمشيو نشوفوا مكان ثاني. لا على غرار هذا الموضوع ديال المطعم اللي عندك في طنجة كان واحد خرجة او خرجات صح التعبير للمعارض ديالك واللي كيدخل معك دائما في واحد النقاش بل هو متفرغ لابا حمزة الملقب بجومان. السيد كان قال شفت واحد فيديو مؤخرا تيقول على انه انك يعني خرج مفلس وبانك سديت المحل وبان ذاك الحمله اللي دار عليك ان اتت اكلها وبانك فعلا انت يعني هذيك لم تقول هو راه حقيقي عليك وبانك تجمع الاموال يعني من الماضي في الغربه في هولندا وغيرها. راك تهضر على واحد الانسان انا يعني لو تكلمت عليه لا ازيده الا شهره لكن نجاوبه ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا السبب. اذا هنا الارزاق بيدو. عجيب هذا الكلام. هذا الكلام هذا فيه كفر ملي يقول شي واحد انا السبب في قطع الرزق. مساله خطيره جدا. غادي نمشيو غتولي الامر اخطر مما نتصور. دخل مع الله عز وجل في الخصوصيات ديال سيدي ربي سبحانه وتعالى. لا هذا ولا غيره يقدر يحبس لشي واحد الرزق ديالو. عقده عندنا مع صاحب المحل. المحل فين هو هذا اللي كان كيقول لك المحل ديال ابا حمزه؟ علاش الان سكتوا كلهم؟ اين هم الان هؤلاء؟ ليس هذا لوحده. اين هؤلاء الذين تكلموا ابا حمزه مطعم 500 مليون ابا حمزه 600 مليون حينما علموا الحقيقه وعرفوا بان المطعم ديال صاحبه او صاحبه؟ الالسن بردات وسكتات وما عودوش اعتذروا. يعتذروا هاد الناس اولا. اما باش يجي يقول لك انا السبب على كتجمعك بهاد الجمل ما كنعرفوش. ملي غتكلم عليا نعرف شكون انت اللي كتكلم عليا. اي واحد يتكلم عليك الان هذه ارباح اخي الكريم. هذا ادسنس. هذه مسائل ربما تغيب عنكم انتم كصحافه لكن لا تغيب عنا نحن كيوتيوبرز. هذه أموال. قل ما شئت وجيب من أي طرف جيبتي وبدأ تتكلم وبدأ تهدر باش تربح شوية ديال الفلوس تعيش بها. يعني ما تقوليش واحد كيتكلم عليك خصني يتكلم عليا عالم من العلماء، خصني يتكلم عليا شيخ من المشايخ، يتكلم عليا قاضي من القضاة، يتكلم عليا صحفي مقتدر، يتكلم عليا جريدة، يتكلم عليا واحد القناة فضائية. وانا غدا نبدا نصاوب لك في الافلام تانا وندير في العناوين ونبدا نجي عند الاستاذ ونبدا نجبد لك في الامور ديالك والامور اللي كاينة واللي ما كايناش. واخا سيدي عندنا واحد الفيديو اللي كنت كتكلم احد المساجد في ارض المهجر. نبقوا مع هذا الفيديو ثم نعود لسماع هذا النقاش. اخت ديالنا ان شاء الله تعالى يلا اصحاب زيد اسمك ابو حمزه. انا ما نتكلمش على هذا الفيديو، نتكلم واحد الكلام اللي هو ربما اعمق. شكون اللي عطاك الصلاحيه بانك انت تجمع الفلوس من عند الناس؟ حنا كنعرفوا بان كاين واحد القانون كينظم هذه المساله، كاين المنفعه العامه، كاين الاحسان العمومي. شكون اللي رخص لك؟ علاش كتهضر على المغرب ولا هولندا؟ هولندا ولا غيرها؟ انت مغربي ولكن ماشي عامر بالمغاربه، كتهضر بالدارجه المغربيه. واش من قال انه عامر بالمغاربه؟ من قال لك انه عامر بالمغاربه؟ المساجد سيدي على اليمين ذاك والشمال ديالك مغربي. توفي رجل من هؤلاء الائمه، هذا امام توفي رحمه الله عليه في كورونا. كوفيد. بعد هذا توفي مسكين في كوفيد الله يرحمه الله يوسع عليه، امام من الائمه المغاربه. بالنسبه للمساجد في المانيا وفي اوروبا يعني اغلبيه المساجد الفئه الكبرى هم المغاربه، لكن هناك جنسيات اخرى لا يلقي لهم الناس بالا. هناك مصريون، هناك تونسيون، جزائريون، وان هذه امتكم وامه واحده. الحمد لله على هذا الخير، وهذا من الخير. النبي عليه الصلاه والسلام، الصحابه رضوان الله عليهم، صهيب الرومي، سلمان الفارسي، الى غير ذلك من الصحابه رضوان الله عليهم. ما كاينش شي واحد عنده شي وطن واحد، فالوطن ديالهم هو الاسلام باذن الله. لكن المغاربة مشكورون، المغاربة أهل كرم، أهل جود، أهل بناء المساجد. يعني أول من رفع المساجد في أوروبا هم المغاربة، يضحون بالغالي والنفيس في هذا الباب. لكن السؤال اللي طرح الأخ الآن، من خول لك؟ سؤال جميل جدا، سؤال عميق جدا. هذا هو الذي يجب أن يعرفه الناس ها هنا، أو يعرفه المتكلمون أو الذين ينصتون ويستمعون. هناك قوانين في أوروبا، ماشي غتجي وغتدخل الجامع وغادي تحلو. راه عندك ما يسمى بالمخابرات. شكون هو اللي جاي عندك؟ واش المانيا بلاد ساهله؟ غادي تجيب اي واحد جاي من المغرب مريح عندك تما، مدير اللحيه ديالو، لابس فوقيه، كيهضر وما عرفوش شكون. لونكيت، شكون هو الفئه؟ شناهو؟ من كينتمي؟ العمر ديالو؟ فين ساكن؟ الى غير ذلك. وكيعرفوا عليك الصغير والكبير، عاد كيعطيوك الاوكي. ماشي كل من هب ودب ياتي.
وحنا الحمد لله من الناس ومن الدعاة اللي ربي سبحانه وتعالى يسرهم في هذا الباب. حينما بحثوا عنا وقلبوا مزيان لقاو علينا شي سوابق سي نهائيا ملي قلبوا علينا ولقاونا وعرفونا اش كنسواو ففتحوا لنا الباب. كاين ناس اخرين كيقول لك هذا لا علاش هذا كان في سوريا هذا مالو هذا كان مع واحد الطائفة هذا كفر الناس هذا كيحرض على القتل هذا كيحرض على السب هذا كيدير هذا كيفعل. لكن واخا نمشي معك اكثر من ذلك ابو حمزة علاش ما بقيتيش كدير هذه الفيديوهات وهذه الحملات ديال جمع التبرعات والفلوس والذهب رحلة الشتاء والصيف هذا الشيء مالو كان كيكون كل نهار ما يمكنش المساجد ملي كيتبنى المسجد نبقاو نمشيو ليه هذا المسجد هذا الحمد لله رب العالمين الشيء الأئمة ديالو خصك تعرف واحد المسألة ويعرفوها الناس. المساجد في أوروبا عندها رئيس. ما معنى رئيس؟ مكلف. عندك وزير المالية خصو يكون معاك، عندك كاتب، عندك الناطق الرسمي. هؤلاء مسجلون وكل كبيرة وصغيرة تدخل المسجد إلا ويعرف الألمان ويعرف الهولنديون ويعرف الطليان ويعرف الفرنسيون يعرفون من أين جئت بهذا وأين ذهب هذا. واش بصح كنت عطاك واحد المسبه انا نكمل لك كل شيء نقولوا احنا ما كنخافوا هذا هو الغرض من هذا الغرض كل شيء نقولوا اللي خزن شي حاجه غير عند الله عز وجل اللي تفضح باذن الله تعالى. فالامور منظمه. كيفاش تجي انت مريح في المغرب ما كتعرفش كيفاش كتمشى اوروبا كيفاش كتمشى المانيا فرنسا المانيا اللي صوبت المرسيدس وصوبت الاودي وصوبت هذه المسائل هذه كامله غتجي انت في المغرب هنا مريح غتفهم عليهم انت وغادي يدخل ابا حمزه تما يجمع الاموال يخشيها في جيبه شد الطياره ورجع ما شاء الله. كيفاش دخلت هذه الاموال هذه فينا هي هذه الاموال لما نسرقنا هذه الاموال؟ عمرك سمعتي شي مسجد من المساجد قال لك ابا حمزه دالينا المال؟ كيبوسوا لي راسي ملي كندخل. ابا حمزه واحد القيمه عظيمه عند ابا حمزه. نتمنى تمشي معايا وتزور وتشوف المساجد اللي بنيت كامله تشوف كيف تستقبل يا اخي الكريم. كيفاش تستقبل؟ كيفاش يستقبلوك الناس؟ كيفاش يجي وحدك؟ كيفاش الناس مضاربه عليك كتعرض عليك للديور ديالها؟ كيفاش الناس يجيبوا وليداتهم تصور مع ابا حمزه؟ فلهذا كونا واحد فتحنا واحد الباب من الابواب العظيمه الجميله الجيده الان في اوروبا كل شيء كيدير بها. اذا المساجد عندها مواليها. الا بغيتي تقول شي فلوس ولا تقول شي حاجه مشات سير عند مواليها. ابا حمزه كيجي معروض، ابا حمزه كيجي معزز مكرم عبر الطائره وعندك الشيفور وكتوصل والفندق وكيدار معاك واحد المواضيع واحد الوقت محدد اللي كتجي وكتمشي فيه الى غير ذلك وتقوم بما تقوم به وتترك الاشياء في مكانها وتذهب الى حال سبيلك. قلت واحد الكلمه الان نجاوبك عليها. واش بالصح كتاخذ واحد النسبه؟ وتصور معايا اخي الكريم اعطيني دابا دير عندك شي كالكيلاتريس ولا عندك شي سميتو مليار 10% شحال تجيني انا؟ انا ما نعرفش نحسبها دابا خصني نشد الماكينه. مليار دير لي 10% هذه النسبة. لو كان الأمر كذلك أخي الكريم لأصبح أبا حمزة من الأغنياء، لكن عند أبا حمزة واحد الدار ديالو كيسكن فيها على الأقل، ما يكونش أبا حمزة كيخلص الكلام من شهر لشهر. هذا كذب وافتراء وبهتان. كيتهلاو فينا دوك الناس باش ما نكذبوش. واخا ماشي من الواجب ديالي نقول، لكن ملي كتسالي وجا واحد دالك واحد لانفولوب فيه واحد 1000 أورو، تردوا ليه تقول لي لا ما بغيتوش؟ اللي قال لنا عطينا شي نسبة يجبدها لينا. اللي قال عطينا شي نسبه يجبدها لينا. تقدر ما تكونش بالنسبه، ولكن هذه الطريقه هذه راه كتكون في ايوا بلاتي. وهاد الائمه اللي كان معايا امام كنعرفو كيدير خطبه الجمعه ب 500 اورو. امام من الائمه كيدير خطبه كان معايا في الفندق كيدير خطبه ب 500 اورو، خطبه جمعه ب 500 اورو لوطيل الى غير ذلك. كاين ائمه كيقول الله اكبر السلام عليكم مهمته تبدا بالتكبير وتنتهي بالتسليم وكياخذ 2000 اورو. انا كنعطي من ديالي انا الشيء داكشي اللي كت لي 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 كيعطيونا بعض المرات انفلوب ما كيفوتوش فيه 1000 اورو 1200 اورو وانا نبقى مريح. الا بغيت هذيك نبقى مريح وغادي نخدم فيها. حمزه الوقت ضيق بزاف وانا من غير هذا الموضوع اسمح لي تجاوبتي انا ابو حمزه. انا بغيت نسولك على بعض الامور او بعض النوازل اللي كاينه في المجتمع المغربي. غادي نسمع ابو حمزه تو الراي ديالو في الامور هذه، ولكن نكمل هذه لا يلاه واخا ما تطولش. اذا البهتان والكذب والزور اي حاجه جناها للناس خصنا نجيبوا الدليل ونجيبوا الوضوح ونجيبوا البينه. اما نبقاو هذا بلا بلا كما يقولون نبقى نطلق في العينان ونطلق اللسان ديالي على الناس. اسمع مزيان اخي الكريم، الله عز وجل في هذا الباب وهو باب عظيم الانسان يحاسب بما يقول وما يخرج من فمه. كاينه ملائكه تكتب، ما كاينش
احسن من الكمبيوترات اللي كتشوف دابا. ما كاين لا هادي لا ديك، كاينه ملائكه تكتب. هذا اللي كينطق به اللسان ديالك بالباطل وبالافك وبالاثم وبالكذوب والزور الى غير ذلك، ربي سبحانه وتعالى ما بغاهش ومنع العباد ديالو منه، وحتى الناس على الابتعاد على الكلام في الاعراض ديال الناس بدون دليل. واللي جاب الدليل انا اقول له نتلاح في البحر. باش ما نطولش ابا حمزه، الوقت كداهمنا، عندنا واحد الفقره اساسيه في البرنامج كنسولك على الشخصيات. الشخصيه الاولى هو صانع الملحمه الرياضيه والكرويه سي وليد الركراكي. سير هو قال سير، قال كلام يعني مختصر مفيد، يسر له الله عز وجل وفتح له الله عز وجل واحد الباب، ودعا الى الله عز وجل بطريقه عجيبه. انا اعتبره داعيه من الدعاة حينما تكلم عن النية، والنية هي الأصل عند المسلمين. إنما الأول حديث عندنا ديال عمر رضي الله عنه وأرضاه، أول حديث ديال عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما وعد. الإمام النووي في الأربعين النووية أول حديث إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته، يعني النية. تكلم عن النية، بالنسبة لي أنا دعوة للمغاربة باش يرجعوا يديروا النية إن شاء الله. وشوف ملي داروا النية يسر الله عز وجل وفتح البيبان، واسأل الله عز وجل له وللمغاربة وللرياضيين ولكل المسلمين التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. الشخصية الثانية هو مؤخرا خلق واحد النقاش مجتمعي كبير، خاصة يناقش الأمور الشرعية، وهناك من اتهمه وقذف بأنه لا علاقة له بمجال الشرعي، هو الدكتور وأخصائي أو اختصاصي والمختص في التغذية الدكتور محمد الفايد. الله انت اجبت. انا ضد الناس الذين يسبونه ويتهمونه ويتكلمون في شرفه وفي عرضه وفي امانته. اقول للناس حينما تريد ان ترد على احدهم تكلم في امور، رد على الكلمه، رد على الموضوع، خلي الناس بعاد، لانه بزاف ديال الناس يعني مشاو بعيد. فالرجل عنده واحد الاختصاص تنفعنا به، تعلمنا منه، والذي ينكر هذا يعني فكانما انكر هذا البالي وهذه المصابيح اللي كاينه. الرجل ما شاء الله ابدع وعلم المغاربه بزاف تخصصي تخصصي مجال التغذيه. اذا ملي مشى لهذا السيد هذا، ملي مشى لواحد المجال اخر يعني ذهب الى غير فنه، فاخطا وزل. نقول ان الرجل اخطا ونطلب له ربي سبحانه وتعالى انه يرجع ويعود. اما بالنسبه لنا احنا غنبقاو نطحنوا في بنادم كل حاجه، غنبقاو نطحنوا فيه نطحنوا فيه، ما نزيدوه يعني اش غادي نزيدوه، الا اننا ندعو له، نرد عليه بالحسنى، نرد عليه باللين، ونقول له أخي الكريم أنت مخطئ. أما السب والشتم والقذف وهذا الشيء هذا فلا لا لا لا، إنما هو مشى شوية بعيد، كتر يعني كتر شي شوية كتر شنو لا كتر، وغنقولوا بما الكلام عنه عيق. حينما دخل في الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة ماشي مقدسين، الصحابة رضوان الله عليهم قالت لقد رضي الله عن المؤمنين. هذه 1400 تهدر فيهم أنت؟ هاد 1400 صحابي رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضى عليهم الله عز وجل في آية صريحة واضحة من القرآن الكريم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء هم الصحابة الذين تكلم عنهم. ملي رضى عليهم ربي ما غيتسناوك دابا الصحابة؟ انت اش بينك وبين الصحابة؟ اش قربك عندهم؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. أما أننا نجيو نطعنوا فيهم ونسبوا فيهم، دابا الآن الميل غادي يولي يشكك الناس على أنهم شل الميل الآخر ديال الروافد الذين يتهمون عائشة ويسبونها ويتهمون ويقذفون ويفعلون إلى غير ذلك. كلمة أخيرة توجدها أو توجهها عفوا للمنتقديك وعارضيك. أخي الكريم، كلمة المنتقد شيء والذي يتهم ويسب شيء آخر. لا بغيتي تقول المنتقد مرحبا والباب مفتوح بصدر رحب، نجلس نتذاكر نتراحم نتعلم نستمع ننصت ونطبق. هذو المنتقدين. أصحاب السب والشتم والباطل والبهتان، هذو لن أقول لهم إلا شيئا واحدا، كلمة واحدة التي أقول: انتظرونا يوم الوقوف بين يدي الله جل وعلا. لن أسامح أي أحد تكلم في عرضي، تكلم في شرفي، تكلم في أمانتي. وهذا ليس بغريب وعرفناه غادي يكون هذا الشيء. هذا تأتي على أمتي سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، يكذب فيها الصادق، يخون فيها الأمين. اللي عنده شي حاجة علينا يجيبها للطابلة. أما الأرباح، أما اليوتيوب، أما الفيسبوك، أما هذه الأشياء هذه، والله لن تنفع يوم القيامة، لن تنفعهم هذه الأمور يوم القيامة. وأنا أسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل واحد تكلم في عرضي وفي شرفي وفي أمانتي. هذا هو الذي أقول. عافانا الله وإياك سي حمزة.
شكرا لك على حضورك، شكرا على الجرأة ديالك، لأن قليل فاش كنلقاو الناس بحالك كيجيو عندنا البرنامج وكيناقشوا معنا بقلب مفتوح. وحتى يعني شهادة لله أنك قبل ما ندخل الاستوديو قلت لي السي محمد يعني سلمى بدالك، أنا ما عنديش خطوط حمراء، ما عنديش يعني وهذا يعني لابد من قول هذه الكلمة. أعزائي المشاهدين، إلى ضيف جديد وحلقة جديدة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.